هاي إبريوان، درسنا اليوم هو البارت 2 من السيكونس اللي حنحكي فيه عن الجيومتريك سيكونس لصف الجريد 11. Definition: A geometric sequence is a sequence of numbers that follows a pattern where the next term is found by multiplying by a constant called the common ratio. Example: عنا هون 2 10 50 250 يوان يوان بلس 1. من شو منلاحظ شغلي انه 10 هي 2 times 5، ال 50 هي 10 times 5، 250 هي 50 times 5، تل يوان بلس 1 هي يوان times 5. يعني كل واحدة عم تعتمد اللي قبلها ضرب عنا constant ثابت اللي هي ال 5. قبل ذات فينا نقول انه اليوان بلس 1 هي 5 times يوان. بنقسم البوز سايد على يوان، بتصير عنا يوان بلس 1 over يوان equal لل 5. هون عرفنا شو هو الراتيو اللي عم ندور عليه. يعني general rule بأن a sequence يوان is geometric sequence if يوان بلس 1 over يوان equal 2r. يعني السؤال على طول لما بأن شو ذات the sequence يوان is geometric أو vn شو ما كان اسمه sequence، بدنا نبرهن geometric بنستخدم هيدا الرول اللي هو يوان بلس 1 over يوان equal to common ratio. Example: show that the sequence un defined by un equal to 5 over 3 un is a geometric sequence. مانا برانو geometric sequence يعني ما استخدم الرول اللي قلنا عنه un plus 1 over un. محل الان اللي هون ما نحط un plus 1، تصير 5 over 3 un plus 1 على un بتركها مثل ما هي 5 over 3 un. نعمل نحن نضرب البعيد بالبعيد والقريب بالقريب، بصير عنا 5 over 3 n مضروبين بعض over 3 n plus 1. هون فينا نعمل شغلة انه نجزئها، بصير 3 to the power n times 3 to the power 1 من grade 8. كيف نشتغل بالexponent مضروبة بال 5، نرجع بعدين نعمل simplify لل 5 مع 5، 3 n مع 3 n، numerator بيبقى 1 denominator بيبقى عندي 3، فالratio هو 1 over 3. نستنتج انه اليوان هو geometric sequence with common ratio r equal to 1 over 3. واذا كان طالب مني طلع ال first term، بما انه هون ما قال لي الان belong to شو، يعني نحن اخدينا بالبارت الاول انه قلنا السيكونس الان بتكون belong to n، يعني u0 من نجي u0 محل الان ما نحط 0، بتصير عنا 5 over 3 power 0 حيلا عدد exponent 0 equal to 1. الانسر بصير 5 over 1 يعني 5. Example تاني: show that the sequence un equal to 5 times 2 to the power n والn belong to n star. هون حدد لي شو بده اياها. اوكي، بدي برهن is a geometric sequence. ها اول سؤال، بدنا نلاقي ال common ratio وال first term. يعني ثلاث اسئله سؤال واحد. geometric sequence un plus 1 over un، بنعوضها محل الان اتفقنا بنحط n plus 1 وال un هي زيتا، بنجزئ 2 to the power n plus 1 ونعمل simplify 5 مع 5 2n مع 2n بيبقى عندي جواب equal to 2. هيدا geometric sequence وال 2 هي common ratio r. اوكي، ونقول له انه un is a geometric sequence with common ratio r equal to 2. والفيرست term بما انه قلنا n star، يعني ما نبلش من ال 1 يعني ال u1، فبتصير 5 times 2 power 1 اللي هي بتعطينا جواب equal to 10. Example 3: show that the sequence un equal to minus half to the power n والn belong كمان to n star is a geometric sequence. Common ratio بدنا اياه والfirst term. un plus 1 على un، محل الان نحط n plus 1 منجزئها وبنعمل simplify ل minus half to the power n مع minus half to the power n، بيبقى عندنا جواب minus half equal للr اللي هو common ratio. بيطلع عنا ال r equal to minus half. first term بما انه قلنا n star يعني بدنا نبلش من ال 1 يعني ال u1، محل الان بنحط 1 فبيطلع جواب minus half. كمان example: show that the sequence un اللي عندها 5 times 2 to the power n minus 2. بدنا نبرهن هون لا arithmetic ولا geometric. طيب نرجع نتذكر قاعدة ال arithmetic اللي هي كانت بتقلنا un plus 1 minus un، هنطبقها هون. محل الان حطينا n plus 1 واليوان كتبتها مثل ما هي. من نعم نتخلص من البرانتيزز اللي عنا يو هون، بنلاحظ انه عنا هون minus 2 plus 2 بيروحوا مع بعض. بناخد بنرجع فينا ناخد common factor هون اللي هي 5 times 2 to the power n،
بيبقى عندنا جوا 2 minus 1 اللي هي 1، الجواب بيكون عندنا 5 times 2 to the power n. بستنتج انه هي مش arithmetic sequence لانه عندي n هون، كل ما عم تتغير الان عم يتغير الجواب. نحن قلنا انه على طول في عندنا common difference بالarithmetic هون، هون ما هو constant هون. geometric sequence كمان نفس الفكرة، هتبقى ال answer اللي عندي in terms of n كمان مش geometric sequence. فنحن بالسؤال اذا سألنا من امبارحين arithmetic بنستخدم هيدا الرول بده يطلع عنا common difference واللي هو constant، واذا طلب geometric بده يطلع عنا common ratio كمان constant. هون ما تحققوا هو الشرطين، فهي لا arithmetic ولا geometric. ده بدنا نطلع على general term of geometric sequence. عندنا نحن هون اخذين u0 u1 u2 u3 un un plus 1. عم نلاحظ انه هون على طول نحن ال u0 هي مضروبة ب r times او ال u1 هي u0 times r، ال u2 هي كمان u1 times r، ال u3 هي u2 times r، ال un plus 1 هي un times r. مثل ما حكينا ال u1 هي u0 times r، ال u2 هي حتكون عندي معتمدة على اللي قبلها ال u1 times r، وال u1 انا بعرفها هي u0 times r، يعني صار عندنا u0 times r اللي هي u0 times r square. u3 بتعتمد على ال u2، منعوض ال u2 حتصير عندي هي u0 times 3. فبلاحظ انه انا هون كانت 1 exponent 1 2 هون exponent 2 عم بيكون عندي 3 الاكسبوننت عم تكون عندي 3. فاذا بدي اروح على الجنرال تيرم انا بعدين يو ان حتكون يو 0 تو ذا باور يو 0 تايمز ار تو ذا باور ان. يعني لما بقلنا فايند ذا جنرال تيرم اوف جيومتريك سيكونس بنكون حافظين هيدا الرول. اكزامبل يو ان از ا جيومتريك سيكونس، عاطينا الفيرست تيرم يو 0 ايكوال 3 والريشيو ايكوال 5. السؤال الاول عم بقلنا رايت ذا سيكونس يو ان ان تيرمز اوف ان، يعني طالب الجنرال تيرم. قاعدة بتقلنا ال un equal u0 to the power n اللي هي 3 times 5 to the power n. Part 2 calculate third term، بدنا نلاقي ال term number 3 يعني ال u3، بس هون نحن بلشنا من ال 0 يعني بيكون عنا u2، فبتصير u2 equal 3 times 5 to the power 2 لأنه الآن صار 2 equal 75. Sum of terms of geometric sequence، بدنا نلاقي السم. الرول عندنا بتقلنا هي الفيرست تيرم مضروبة ب 1 minus r to the power n، والان هي وال r هي الراتيو، والان هي النمبر اوف تيرمز على 1 minus r، كمان هيدا رول. اكزامبل اعطانا 2 6 18 54 162، السم لإلهم هي الفيرست تيرم ايكوال ل 2 1 minus ال r الراتيو، طيب ال 6 هي 2 times 3، ونلاحظ ال 18 هي 6 times 3 كله مضروب بـ3، او فينا نختار حيلا 2 ونقسمه ونشوف انه هي هون geometric sequence، وعم نحكي عن geometric يعني عنده common ratio equal to 3 اللي هي 1 minus 3 to the power 5 على 1 minus 3. طيب ال 5 منين اجت؟ نحن قلنا ال 5 الان هي number of terms، طيب هيطلع نعدهم 1 1 2 3 4 5، يعني عندي 5 terms. الانسر بيكون عندي 242. example تاني عنا 2 4 8 ل 2 باور 10، فملاحظ نحن هون انه هي 2 times 2 كله ال 8 هي 4 times 2، فعنا نحن الريشو عم بيكون عندي هي 2. طيب الفيرست تيرم هي 2 اوكي 1 minus ال r مزبوط على 1 minus r صحيح. طيب الان number of terms كيف عرفت انا انه عندي هي 10؟ ما نحن هون 2 to the power 1 بما انه اعطانا exponent 10 هون، بنلاحظ ال 4 هي 2 to the power 2، ال 8 to the power 3 لل 10، انا بلشت من ال 1 لل 10 حيكونوا 10، فبيطلع عنا الجواب هو 2046. Sense of variations of a sequence. A sequence u n will n belong to i will i belong to n is said to be increasing اذا u n plus 1 minus u n greater than 0، بنقول عنها decreasing اذا كانت less than 0. هذه هي general method فينا نستخدمها بكل المحلات. عندنا طريقه تانية اللي هي اذا كنا عم نشتغل بالجيومتريك سيكونس مثلا u n plus 1 على u n بعمل comparison مع ال 1، اذا greater than 1 بتكون increasing، اصغر من 1 بتكون decreasing. عندي شرط اساسي انه ال u n بدها تكون greater than 0. تالت واحدة للي بحبوا يشتغلوا بالفونكشنز بنجيب الديريفاتيف، نحنا
اوكي ديريفاتيف بنفترض نحن اليو ان هي اف اوف ان بنعوض محل ان اكس بنجيب الديريفاتيف لها اذا اكبر من زيرو يعني انكريزينج اذا اصغر من زيرو بتكون ديكريزينج مش 1 هون ديكريزينج اكزامبلز اول مثال حناخذ نحن ستدي ذا سنس اوف فاريشن اوف يو ان هي 1 اوفر ان بلس 2 والان بيلونج تو ان اول طريقه فيرست ميثود بنجيب يو ان ماينس يو ان بلس 1 ماينس يو ان نعمل substitution same denominator هيطلع عنا جواب بالنيجاتيف يعني أصغر من زيرو يعني الـ un is decreasing method 2 الطريقة الثانية إذا بدنا ناخذ الـ un plus 1 على un كمان بنعوض بنضرب البعيد بالبعيد والقريب بالقريب هيطلع عنا n plus 2 على n plus 3 أكيد أصغر من 1 لأنه الـ denominator هو أكبر من الـ numerator فهي less than 1 هيدا الراتيو كمان يعني decreasing تشوف انه فينا نستخدم هذه الطريقة رحنا جبنا الـ U0 الـ first term اللي عندي اذا بنعوضها بيطلع 1 over 2 greater than 0 لانه نحن قبل انه بدها تكون strictly positive method 3 اذا بنشتغلها كـ derivatives عوضنا محل الان حطينا x جبنا derivative فجوابها minus 1 على x plus 2 كلها square والـ minus 1 اصغر من 0 يعني كلها less than 0 فهذا السيكونس بيكون decreasing thank you